هذا الإنسان البالغ الشاب أو الشابة بمجرد بلوغهما تتوجه إليهما حزمة من الواجبات، يجب عليك الصلاة، يجب عليك الصوم، يجب عليك الحج إذا كنت مستطيعا، يجب عليك الخمس، يجب عليك الزكاة إذا كنت من أهل النصب الزكوية، يحرم عليك شرب الخمر، يحرم عليك الغيبة، يحرم عليك النظر المحرم، يحرم عليك العلاقات غير المشروعة، يحرم يحرم. هذه كلها الحزمة جاية، وهناك شيء مركزي أيضا يأتي، يلزم عليك أن تقلد مرجعا تستند إلى قوله في أحكامك الشرعية، وهذا لا يتأخر عن ذاك، بل ينبغي أن يكون مرافقا إن لم يكن سابقا. ليش؟ لأنك أنت الآن تريد أن تصلي، تريد أن تتوضأ، تريد أن تصوم، كل هذه هي أمور لا بد فيها من استناد أو عمل بقول فقيه. الآن تريد تروح اليوم الجمعة، تريد تروح إلى الصلاة، أغتسل غسل الجمعة وأروح أصلي لولا؟ هذه أمر يبت فيه الفقيه الذي يجب أن تقلده، وهو محل الاختلاف. هناك من علمائنا من يقول بأن غسل الجمعة كسائر الأغسال المستحبة لا يجزي عن الوضوء، فلو صليت بغسل جمعة بناء على رأي هذا الفقيه صلاتك غير صحيحة. وهناك من الفقهاء، ولعل الأكثر الرأي هو هكذا، أنه لا، الأغسال الواجبة تكفي عن الوضوء، والأغسال المستحبة التي ثبت استحبابها كغسل الجمعة وأشباهه يكفي ويغني عن الوضوء. فأنت لازم تحدد الآن قبل أن تغتسل غسل الجمعة، تعتمد عليه مكان الوضوء أو ما تعتمد؟ هذا ينتهي إلى أنك تقلد فقيها صاحب رأي يقول لك نعم يغني أو لا يغني. وهذا أبسط شيء في قضية الصلاة، والصلاة عمود الدين. في الصوم رح يجيك أيضا نفس الكلام، في الحج يأتي نفس الكلام، وهكذا. فإذا يتوجه إلى الإنسان لزوم أن يكون مقلدا لفقيه ممن يجوز تقليدهم، من تنطبق عليهم الصفات اللي يعبرون عنه فقهاؤنا فقيه جامع الشرائط.